السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام وأخواتي الفضلات، معكم أبو صادق. نبدأ معكم في كورس الـ Understanding LTE with MATLAB من الفصل الأول. وقبل الحديث عن الـ 4G أو الـ LTE بصورة عامة، طبعا راح أحب أنوه أنه في هذا الفصل سيكون هناك يعني interchangeably usage، اللي هو يعني استخدام متبادل لمصطلح الـ 4G والـ LTE. يعني عندما أتحدث عن 4G أقصد بها LTE، وعندما أتحدث عن LTE أقصد بها 4G، على الرغم من انه هما يعني تقنيا ليسوا يعني بالضبط يعني نفس الشيء 100%، ولكنه في هذا الكورس خلينا نتفق على انه احنا راح نتكلم عن ال LTE وال LTE Advanced كتعبير عن ال 4G. تمام، بالبدايه لازم نعرف انه ال Evolution of Wireless Standards، اللي هي المقاييس او المعايير العالميه المعتمده في مجال الاتصالات اللاسلكيه. بصوره عامه كان هناك ثلاث جهات رئيسيه تقوم باصدار الستاندردز، اللي هي ال IEEE Standards، ال European Standards، وال North America Standards. الـ IEEE Standards اللي هي الـ Institute of Electrical and Electronic Engineers، هذه هي more of academic and technical standard. بالنسبة للـ European Standards اللي هي المعايير العالمية التي كانت معتمدة من قبل الدول الأوروبية، والتي يعني في البداية كانت يعني تطمح إلى أنه تقوم بإنشاء معايير قياسية تجمع شبكاتها سوية. أيضا نورث أمريكا اللي يقصد بها يعني بشكل خاص في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، ايضا كان لديها مجموعه من الستاندرات التي بدات لفتره من الزمن. واخيرا يعني توصلوا الى مرحله يعني يعني فكره انه يجب توحيد كل هذه الستاندرات لكي تعمل على مستوى العالم ككل. فايضا مثلا بالنسبه للاي تربل اي، اللي هي طبعا هذه كلها الستاندرات الخاصه بالواي فاي، اللي هي 802.11a b g n 16d 16e والى اخره، ووصلنا حاليا الى يعني الواي فاي 6، اللي هو ايضا يعني شرحناه في كورس مستقل في القناه. بالنسبة للـ European Standards كانت في البداية الـ Global System for Mobile Communications، بعد ذلك جتنا الـ GPRS، Nova Edge، أيضا ظهرت عندنا الـ Wideband Code Division Multiple Access اللي هو أيضا سمي في وقته الـ UMTS اللي هو الـ Universal Mobile Telecommunication System، بعد ذلك ظهر عندنا الـ HSDPA، HSUPA، وبعد ذلك جمعا سوية صار عندنا الـ HSPA Plus اللي هو الـ High Speed Packet Access، والتي طبعا هذه كانت تعتبر في وقتها، هذا طبعا يعني تلاحظ بانه التسميات التقنيه تختلف عن الاجيال، يعني هذه كلها مثلا كانت تسمى 2G اللي هي تشمل لك الـ يعني 802.11a والجي اس ام والاي اس 45 اي اس 95، هذه كانت تعتبر 2G. بعد ذلك ال 2.5G شملت هذه التقنيات، بعد ذلك ال 3G شملت هذه التقنيات التي هي يعني تركها العالم منذ فتره طويله جدا. من ضمنها الـ UMTS والـ Edge والـ CDMA 2000. بعد ذلك ظهر عندنا 3.5G اللي هو هذا هو، بعد ذلك 3.9G اللي هو الـ HSPA Plus، وأخيرا طبعا 4G و 5G وهكذا إلى آخره. الـ 4G أيضا طبعا كان يحتوي على الـ LTE، وبعد ذلك كانت تسمى 4G Beyond، يسموها الـ LTE Advanced. هذه طبعا كل الستاندرات الموجودة احنا شرحنا في فيديو مستقل في القناة موجود للحديث عن الفروقات التقنية بين كل واحدة من هذه الأجيال 2G 3G 4G 5G وحتى الـ First G First Generation، والفروقات من حيث البيت ريت، من حيث السبكترال افشنسي، من حيث استخدام بعض التقنيات الأخرى والـ Enabling Technologies. بالنسبة للتطور يعني الرئيسي في مجال الاتصالات اللاسلكية كان هو في يعني تغيير أو زيادة الداتا ريت، اللي هو معدل نقل البيانات في الثانية الواحدة. مختلف التقنيات كانت هدفها الرئيسي انه تقوم بعرض داتا ريت اعلى. نلاحظ بانه مثلا الـ LTE وفرت لنا 2000 مره اسرع من الـ GSM او الـ Edge. الـ LTE وفرت لنا 2000 مره اسرع من الـ Edge او الـ GSM. وكذلك وفرت لنا من 50 الى 500 مره اسرع من الـ WCDMA والـ UMTS. يعني الـ 4G اسرع ب 2000 مره من الـ 2G، وهي اسرع ب 500 مره من الـ 3G مثلا. هذه طبعا يعني التغيرات الكبيره في داتا ريت هدفها الرئيسي او يعني سببها الرئيسي هو الاليجنت ماثيماتيكال فورموليشن، اللي هو يعني ديجيتال سيجنال بروسيسنج، معالجه الاشارات الرقميه ب يعني طرق رياضيه رائعه وممتازه. هدفنا في هذا الكورس راح يكون ان شاء الله هو شرح هذه التقنيات التي مكنتنا من الانتقال من 9 كيلو بت بالثانيه 9 كيلو بت بالثانيه الى 1 جيجا بت بالثانيه بالنسبه لل 4G Advanced او ال LTE Advanced، وطبعا الان وصلت الى 10 جيجا واكثر بالنسبه لل 5G وغيرها. فهنا تلاحظ بانه مثلا بالنسبه للجي اس ام اللي هو كان في السكند جنريشن، كانت اقصى شيء نستطيع الوصول له اللي هو ثيوريتيكال بيك داتا ريت، اللي هو ات لو موبيلتي طبعا بدون وجود يعني حركه، يعني تقريبا كانه فيكست يوزرز او المستخدمين يكونون ثابتين. هنا اقصى معدل نقل بيانات نظريا كنا نستطيع الوصول له قبل 20 او 30 سنه هو كان 9.6 كيلو بت بالثانيه.
بعد ذلك صارت 14.4 بالنسبة للآي اس 95، جي بي ار اس صارت 171، 400 ميجا بدت انه تظهر عندك بال 3 جي 1 ميجا بت بير سكند، وصولا الى 4 جي الذي يستطيع نظريا بدون وجود حركة بدون موبيلتي الوصول الى 1 جيجا بت بالثانية، واللي هو ايضا يعني فد شيء بقي نظريا ولم يتم تحقيقه. عمليا يعني كانت تصل تقريبا بالنسبة للمستخدمين الى 150 ميجا بت بالثانية، هذا اقصى شيء ممكن تحقيقه. يعني بالنسبة للـ LTE والـ LTE Advanced Standardization، Standardization عملية بناء الستاندرد هو فت عملية معقدة وتأخذ سنين طويلة بالاشتراك ما بين الـ Technical Companies الجانب التقني، الـ Government الحكومة والـ Regulations والتنظيمات، وأيضا الـ Academic Area اللي هو يعني الجامعات وبحوثها العلمية. دائما يجب أن يجتمع الثلاثة لكي يقوم بتقرير ستاندرد يجمع ما بين سهولة التنفيذ بالنسبة للجانب التقني وأفضل البحوث الواصلين لها جماعة الجامعات، وأيضا يجب أن يخضع للقوانين التي تحكمها الدول يعني التي لها علاقة بهذه الستاندردز، واللي عادة طبعا أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا هي التي يعني تتحكم بهذه الأمور، لأنه هي التي تقوم بأكثر يعني جزء من هذا التطوير. فبالنسبة للـ LTE Standardization العمل على جعله ستاندرد بدأ في 2004، وطبعا استغرق الكثير من العمل وصولا الى سنة 2008 اللي هو 4 سنوات، وحصلنا يعني ستاندرد سميناه وقتها 3GPP Release 8. 3GPP اللي هي Third Generation Partnership Project، هذا هو البروجكت الذي من خلاله بدأت توحيد الستاندردز. هنا لاحظنا بأنه في البداية كانت اليوروبيان تختلف عن الأمريكان وصولا الى 3G. هنا بال 3G تقريبا بهذا المكان صار اكو عندك 3GPP بداوا يشتغلون على Third Generation Partnership Project اللي هو توحيد العمل سوية من اجل انتاج ستاندرد عالمي يشمل كل الدول وليس فقط اوروبا على حده وامريكا على حده. فهنا ظهر عندنا طبعا ريليس 8 اللي هو يعني كان الاصدار او هذا طبعا الريليسز هي عباره عن مجموعه من الدوكيومنتس تنتج بعد كل اجتماع او بعد كل سلسلة اجتماعات من أجل وضع المعايير القياسية لستاندرد معين، والذي على أساسه تستطيع الشركات تصنيع الأجهزة التي يجب أن تكون متطابقة مع هذا الستاندرد لكي تستطيع الاتصال ببعضها البعض الآخر أو فهم بعضها البعض الآخر. هذا هو الهدف الرئيسي من الستاندردائزيشن. فظهر عندنا LTE 3GPP لريليس 8 في 2008، بعد ذلك تم تغييره أو تطويره لأنه استمر التطوير إلى LTE ريليس 9 مع minor modifications مع تغييرات بسيطة. بعد ذلك ظهر عندنا ريليس 10 اللي سميناه LTE Advanced. طبعا هسه حاليا بالنسبه لل 5G هو ريليس 15 وريليس 16 وريليس 17، يعني لاحظ بانه ما بين ال 4G اللي هو LTE Advanced وال 5G كان هناك 5 ريليسز اللي هو 11 12 13 14 بال 15 اللي هو صار عندنا 5G. LTE Advanced Features طبعا هنا LTE Advanced فرقها الرئيسي عن LTE وحدها هو انه زي حسنت لنا السبكترال افشنسي اللي هو النمبر اوف بيتس بير سكند بير هرتز، بيك داتا ريت اقصى معدل لنقل البيانات، اليوزر اكسبيرينس اللي هو يعني تجربه المستخدم فيما يخص ال LTE، ايضا طبعا وذ ماكسيمم داتا ريت استطعنا الوصول الى اقصى معدل ارسال هو 1 جيجا بت بالثانيه. ايضا طبعا هذا وقتها ال LTE Advanced تم اعتراف بها من قبل الانترناشونال تيليكوميونيكيشن يونيون اللي هو اتحاد الاتصالات الدولي، سموها بوقتها هي عباره عن IMT Advanced بالنسبه لل LTE Advanced، هذا اسمها الثاني طبعا. يعني بالنسبة للمتطلبات الـ LTE بصورة عامة، الـ LTE يركز على مفهومين رئيسيين أو معماريتين رئيسيتين للنظام اللي هي الـ Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network اللي هي الـ EU-TRAN والـ Evolved Packet Core. هذه هي الأجزاء الرئيسية لكل نظام من نوع الـ LTE. أهداف الرئيسية التي نحتاج تحقيقها من الـ LTE هو تحسين الـ Capacity والـ Coverage. Capacity اللي يقصد بها الـ Bits Per Second، والكفرج اللي هو تغطية يعني كم عدد المستخدمين الذين يستطيع البرج الواحد أو البيس ستيشن الواحدة تغطيتهم في الوقت الواحد. البيك داتا ريت زيادة أقصى معدل لنقل البيانات، لو ليتنسي تقليل التأخير بوث اليوزر بلين أند كنترول بلين يعني للمستخدمين وأيضا يعني الكور نتورك أو يعني مجال التحكم. Reduced operating cost تقليل كلف التشغيل أو تقليل الكلفة بير ميجا بت بير سكند. Multi antenna support طبعا هنا ظهر عندنا يعني بصورة رئيسية بشكل واضح المايمو سيستم اللي هو multiple output أو multiple antenna دعم عدة antennas أو عدة هوائيات في الإرسال والاستقبال.
Flexible Bandwidth Operations، هنا أيضا الباندويث كان عندنا Flexible لأنه استخدم الـ OFDM بشكل رئيسي. Seamless Integration with Existing Systems، يجب يعني ضروري جدا أنه في كل ستاندرد أن يكون متكاملا مع الأنظمة الموجودة فعلا اللي هي الـ UMTS والواي فاي وغيرها، وهذه كلها الأمور يعني تم تحقيقها بالنسبة للـ 4G أو الـ LTE والـ LTE Advanced. كيف استطاع الـ LTE تحقيق Wider Band اللي هو يعني عرض نطاق أوسع؟ من خلال تقنيتين رئيسيات، اولا من خلال استخدام المالتي كارير ترانسميشن اللي هو طبعا يقوم بجمع مجموع عده نارو باند اورثوغونال سيجنالز، مجموع عده اشارات متعامده ضيقه النطاق، وطبعا واحده من الامور الرئيسيه او التطبيقات الرئيسيه لهذا النوع هي الاو اف دي ام ترانسميشن. بالنسبه للاو اف دي ام اكو عندنا مجموعه من الفيديوهات في القناه، تقريبا 5 فيديوهات تشرح المعماريه الرئيسيه للاو اف دي ام ابتداء من يعني الهاردوير والتطبيق على شكل سوفت وير يعني في الماتلاب. النوع الاخر من الطرق التي تم استخدامها لتحقيق وايدر باند هو السنجل كارير اللي هو ايضا فتح حاله خاصه من الاو اف دي ام، ولكنه فقط تستخدم لك يعني كومبلكس فريكونسي دومين ايكولايزيشن مع الاو اف دي ام بدون السلبيات الموجوده مع الاو اف دي ام التي هي من ضمنها الهاي ترانسميشن باور فلكتويشن. الاو اف دي ام مشكلته الرئيسيه انه دائما يكون هناك فلكتويشنز او تذبذب في قدره الارسال واستهلاك الكثير من القدره، خصوصا اذا كان في طرف اليوزر اكوبمنت او اجهزه المستخدمين، الهواتف الذكيه مثلا او اللابتوبس او غيرها. كمثال على هذا النوع من التقنيات سميناه سنجل كارير فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج او الاس سي اف دي ام، واللي هو طبعا موجود بالنسبه للابلينك الخاص بالال تي اي. يعني الداون لينك كان عندنا او اف دي ام، والاب لينك كان هو عباره عن السنجل كارير فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج، وكلاهما يشتركون في نفس الـ يعني الـ الامور التي هي من ضمنها سهوله التنفيذ يعني سهوله البناء كهاردوير. هذا النوع فقط يقلل لنا من الفلكتويشنز خاصه بالباور لانه يشتغل فقط على اجهزه المستخدمين، الاب لينك اللي هو من المستخدم العادي الى البيس ستيشن، هذا ما له علاقه يعني بال يعني الـ فريكوينت او الباور افشنسي لانه هو موجود في البيس ستيشن. البيس ستيشن عاده تكون يعني لديها موارد قدره كبيره جدا، ليست محدوده مثل ما موجود في اليوزر اكوبمنت لانه هو عباره عن باتري دريفن. ال LTE enabling technologies، يعني هنا طبعا راح نبدا الحديث عن ما هي التقنيات التي جعلت من ال LTE LTE، يعني كيف استطعنا القفز من عده ميجا بت بير سكند الى 1 جيجا بت بير سكند في ال 4G او ال LTE. اول تقنيه هي الاو اف دي ام، واللي مثل ما ذكرناها سابقا شرحناها بشكل مفصل في 5 فيديوهات فيها موجوده في القناه. تشترك الاو اف دي ام مع السنجل كارير فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج بانه هي روبستنس تو فور مالتي باث فيدنج، دائما هي تكون مرنه وقويه في مواجهه المالتي باث فيدنج اللي هو يعني يعني تشوه الاشاره بسبب وصول عده نسخ من الاشاره بسبب الانعكاسات من الجدران والارضيه وبقيه الاجزاء في الانفايرمنت. High spectral efficiency، كفاءة قدرة يعني كفاءة spectral أو كفاءة طيفية عالية. Low complexity implementation، دائما الهاردوير لتنفيذ الـ OFDM يعني يعتبر بسيط جدا مقارنة مع النوما وغيرها. قابلية الـ flexibility للـ transmission bandwidth مثل ما ذكرنا bandwidth هنا، لأنه احنا عندنا orthogonality بالـ signals فراح يتوفر لنا الكثير من المرونة في زيادة أو تقليل الـ bandwidth. وايضا طبعا راح يتعاملنا فريكونسي سيلكتيف سكجولينج، جدوله على اساس اختيارات الترددات، مايمو ترانسميشن، انترفيرنس كوردينيشن، يعني هنا ايضا الارسال والاستقبال عن طريق المايمو اللي هو عنده يعني مالتيبل انتناس، وايضا انترفيرنس كوردينيشن اللي هو يعني تحقيق التعاون في مجال الانترفيرنس والقضاء عليها. التقنية الثانية من تقنيات يعني تمكين ال LTE هو أيضا مثل ما ذكرنا الـ Single Carrier Frequency Division Multiplexing. فرقها الرئيسي عن الـ OFDM أنه هي تقلل لنا من الـ Variations in the Instantaneous Transmit Power، راح تقلل لنا من التذبذبات الموجودة في قدرة الإرسال، تقلل لنا Reduced the Efficiency in Power Amplifier، هذا اللي موجود بالـ OFDM طبعا. فكل السلبيات الموجودة في الـ OFDM راح نقدر نتجاوزها بالـ Single Carrier Frequency Division Multiplexing من خلال استخدام البريكودينج بيست اون ديسكريت فورير ترانسفورم. هذا هو الفرق الرئيسي ما بين السنجل كارير فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج والاو اف دي ام. ايضا تطبيق هذا السنجل كارير فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج راح يقلل لنا من الفلكتويشنز بالترانسميت باور مثل ما ذكرنا، وفي نفس الوقت راح يحقق لنا يعني كفاءه قدره اعلى، وايضا يعني سهوله في البناء كهاردوير.
التقنية الثالثة التي مكنت ان ال LTE من تحقيق هذا الهاي داتا ريت هي المايمو، اللي هو استخدام عدة انتنات في الارسال وعدة انتنات في الاستقبال. هذا طبعا زيد لنا البيك داتا ريت بشكل كبير جدا، وان شاء الله راح نتحدث عن المايمو بشكل مفصل في المحاضرات القادمة. وايضا هناك مجموعة من الشروحات عنه في القناة بالنسبة لكورس ال5G. راح يكون هناك شرح ان شاء الله للمبادئ الرياضية يعني مختلف انواع المايمو، اللي هي سنجل انبوت مالتيبل اوتبوت، مالتيبل انبوت سنجل اوتبوت، سنجل انبوت سنجل اوتبوت، وايضا مايمو الاخيره اللي هي مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت. واحده من التقنيات المهمه ايضا التي ظهرت بشكل رئيسي في ال 4G LTE هي التيربو شانل كودنج. التيربو شانل كودنج هي ليست جديده، هي كانت موجوده منذ 1993، والتي هي طبعا تطورت من الكونفشنال كودنج. الكونفشنال كودنج ايضا موجوده مشروحه في كورس الاتصالات اللاسلكيه في القناه. هناك كورس ايضا مستقل للاتصالات والشبكات اللاسلكيه يشرح كل هذه الاساسيات، موجوده من ضمنها الكونفولوشنال كودنج. هذه طبعا التيربو شانل كودنج تعتبر هي تطوير للكونفولوشنال كودنج، ظهرت بال 1993، استخدمت في ال 3G UMTS اللي هي مثل ما ذكرنا يونيفرسال موبايل تيليكومنيكيشن سيستم. ظهرت ايضا بال HSPA سيستمز اللي هي الهاي سبيد باكيت اكسس سيستمز، ولكنه كانت اوبشنال في تلك الحقب الزمنيه، يعني في ال 3G وال 3.5G 3.9G كانت هي اوبشنال. بالنسبة لل LTE لا، هي تعتبر هي التقنية الوحيدة للكودينج لتشفير البيانات، هي التيربو كودينج اللي هي تعتبر فقط the only channel coding mechanism تشتغل عندنا في ال LTE. طبعا تحقق لنا near optimal performance، يعني باستخدام التيربو كودينج نستطيع تحقيق capacity تقترب من ال optimal أو تقترب من ال theoretical limit، اللي هو يعني تقترب من ال Gaussian capacity. وهذا طبعا معروفه ومشتق بشكل رياضي كبير جدا. وايضا computational complexity associated with its implementation، ايضا التعقيد الرياضي الخاص بها هو يعني في شيء معروف ومسيطر عليه، يعني ليست هي معقده جدا. التقنيه الاخرى التي مكنتنا من تحقيق ال LTE هي يسموها اللينك ادابتيشن. اللينك ادابتيشن هو يعني التأقلم مع متطلبات اللينك. اللينك يقصد بها هو القناة الرابطة بين المرسل والمستقبل، يعني أو الوسط اللاسلكي. طبعا هذه هي عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تسمح بتغيير وتحوير بارامترات الإرسال أو متغيرات الإرسال في الأنظمة الاتصالات اللاسلكية لكي تستجيب بشكل أفضل يعني ديناميكية أو تغير الوسط الناقل بين المرسل والمستقبل. عادة نحن نعرف بأنه البيس ستيشن أو برج الاتصال هو يكون ثابت، ولكنه المستخدمين يكونون دائما في حالة حركة مستمرة سواء في بيئة الاندور أو الاوتدور. فهنا عندما يكون المستخدم قريب يجب أن تكون هناك فد بارامترز معينة تختلف عما إذا كان المستخدم بعيد. إذا كان المستخدم ثابتا تختلف عما إذا كان متحركا. إذا كان متحركا بسرعة مشي أو ركض أو يركب العجلة أو يركب سيارة أو يركب قطار أو يركب طائرة، كل واحدة من هذه الأمور طبعا راح تؤدي إلى تغير كبير في البارامترز الخاصة بالشانل اللي هو قناة الإرسال والاستقبال، الاتنويشن، الفيدينج، الانترفيرنس، المالتيباث، كل هذه الأمور راح تتغير. فهنا تأقلم بارامترات النظام لكي يعني تطابق احتياجات الشانل، هذا هو يعتبر فالشيء جديد ظهر في 4G لكي يسمح لنا بتحقيق أفضل أداء مهما اختلفت ظروف العمل. يعني البارامترات هنا لن تكون ثابتة وإنما ستكون أدابتف متغيرة مع تغير ظروف النظام. هذا أيضا طبعا راح يتضمن لنا تغيير المودوليشن أند كودينج سكيمز MCS اللي هي أدابتف مودوليشن أند كودينج، يعتبر يعني التشفير والتضمين يعني المتغير أو التفاعلي. Change the number of transmit or receive antennas أيضا راح يغير لنا المايمو سيستم، يعني حتى إذا كان لدينا هاردوير مثلا 8 في 8 أو 4 في 4 مو شرط كل هذه الانتنات يتم استخدامها في كل وقت، وإنما يتم تغيير عدد الانتنات للإرسال والاستقبال بالاعتماد على ظروف الشانل. وحتى تغيير الترانسميشن باندويث اللي هو أدابتيف باندويث اللي هو يعني أرض النطاق التفاعلي. هناك أيضا تقنية أخرى قريبة جدا من التي يسموها اللينك أدابتيشن اللي هو أيضا يعني تأقلم اللينك أدابتيشن، يسموها شانل ديبندنت سكجولينج اللي هو الجدولة المعتمدة على ظروف الشانل، والتي أيضا من خلالها نستطيع تغيير معاملات أو متغيرات النظام لكي يعني تتأقلم مع متغيرات القناة الاتصال. وطبعا أيضا من خلالها نستطيع يعني اختيار different coding, different modulation و different parameters. بصورة رئيسية الـ physical layer أو الـ PHY specifications الخاصة بالـ LTE هي تضمن أو يعني تتضمن two block diagrams. الأول اللي نسميه DLSCH اللي هو Downlink Shared Channel Processing،
والذي طبعا هنا عندما تأتيك البيانات من الترانسبورت لاير على شكل ترانسبورت بلوك بايلود عبارة عن مجموعة من البتات، راح نضيف لها بالبداية السايكليك ريدندنسي تشيك اللي هو عبارة عن الايرور تشيكينج، بعد ذلك نقوم بتقسيمها الى سب بلوكس سيجمنتيشن، نقوم بتطبيق التيربو انكودينج او الشانل كودينج، بعد ذلك الريت ماتشنج. هنا طبعا هذا الريت ماتشنج هو يقصد به اللينك ادابتيشن. هنا طبعا سنقوم بتغيير معاملات النظام لكي يعني تطابق او توائم حاجه الشانل. نستخدم يعني طبعا نختار different modulation and coding scheme, different bandwidth, different parameters يعني بصوره عامه. ايضا بعد ذلك راح تندرج عندك الكود وورد ريكونستراكشن، ثم بعد ذلك تدخل عندك البيانات الى البي دي اس سي اتش. البي دي اس سي اتش اللي هو الفيزيكال داون لينك شيرد شانل بروسيسنج. هنا ايضا راح يعني تبدا بعمليه سكرامبلينج، موديوليشن مابينج، بري كودينج، لاير مابينج اللي هذا طبعا له علاقه بالمايمو، ثم بعد ذلك الاو اف دي ام اللي ايضا مثل ما ذكرنا شرحناه بشكل مفصل في فيديوهات مستقله. هنا طبعا راح يستخدم الريسورس اليمنت مابينج، او اف دي ام سيجنال جنريشن، واخيرا تنتج عندك السيمبلز اللي هي خاصه بالاو اف دي ام فور مالتيبل ترانسميت انتنس. هذا طبعا راح تذهب الى الانتنات التي يتم ارسالها الى الطرف الاخر. هذا هو كل ما يخص الفيزيكال لاير. طبعا بالبدايه مثل ما ذكرنا راح تدخل عندك البيانات مالتيبلكس بالانكود ان ذا داون لينك شير شانل بروسيسنج، بعد ذلك راح تدخل عندك الى سايكليك ريدندنسي تشيك للايرور ديتكشن، سيجمنتيشن انتو سمولر تشانكس نسميه سب بلوكس اللي هو عباره عن تقسيم البيانات الى قطع صغيره او اصغر نسميه سب بلوكس، بلوكات الفرعيه. Undertaking a channel encoding، هنا طبعا راح يصير عندك turbo encoding based on the turbo coding for the user data. Carrying out a rate matching، هنا rate matching مثل ما ذكرنا هو عباره عن link adaptation اللي هو راح يختار مجموعه من الاوتبوت بيتس to reflect the desired coding rate، يختار مجموعه البتات الاخراج للاعتماد على معدل التشفير. واخيرا راح يقوم باعاده تشكيل الكود بلوكس عباره عن كود ووردز الموجوده اللي ياخذها من الكود يعني او الدكشنري خاص بها. بعد ذلك المرحله الثانيه اللي هي مثل ما ذكرنا الفيزيكال داون لينك شيرد شانل بروسيسنج. هذه ان شاء الله طبعا هذا المخطط بشكل رئيسي راح يكون هو يعني شرح كل خطوه من هذه الخطوات بشكل مفصل، هو راح يكون موضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب او هذا الكورس ان شاء الله، واللي راح نتحدث عنها ان شاء الله ابتداء من المحاضره القادمه. ممكن تطول عده محاضرات فقط لشرح تفاصيل هذا البلوك دايجرام، لانه هو ضروري جدا لفهم ال LTE من الجانب النظري، من جانب الرياضيات، من جانب السيميوليشن، وايضا بعد ذلك راح نحاول ان شاء الله نتحدث عن كيفيه تطبيقها بالماتلاب باستخدام يعني الكوميونيكيشن تول بوكس. خليكم معنا ان شاء الله المحاضرات القادمه. شكرا جزيلا، مع السلامه.